صوب مستقبل خال من الكربون وجه المغرب بوصلته منذ سنوات سالكا درب الطاقة النظيفة بعيدا عن مصادر التلوث. في العام 2009 تحولت طموحات المغرب إلى خطة متكاملة الأركان تروم الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في مصادر الطاقة المغربية، خطة سطرت لها أهداف محددة على رأسها تنويع مصادر الإنتاج وتقليص التبعية الطاقية للبلاد. المغرب لم يقتصر فقط في استراتيجيته على إنتاج طاقة من الطاقة الريحية، بل وتعدى إلى ذلك للاختيار الاستراتيجي للمغرب، وهو إنشاء نسيج صناعي في الطاقات المتجددة قادر على استيعاب الطلب المغربي، لكن أيضا يرنو إلى تحقيق طلب الخارجي. وعلى هذا الأساس أطلق المغرب عددا من المشاريع في مجال الطاقة وقدمها كفرص استثمارية واعدة، بل وبادر إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بقطاع الطاقة لتتلائم مع الحاجة إلى استقطاب استثمارات محلية وأجنبية وتساهم في خلق بيئة أعمال جاذبة. قانون 13/09 فتح المجال ان حتى المستثمرين يمكن لهم ينخرطوا في هذا المجال ويستثمروا ويعني ويبنيوا يعني حقول يعني هوائيه لتوليد الكهرباء. والان عندنا يعني بزاف ديال الحقول، من ضمنها نقدروا نشروا الاشاره الحقل اللي في مدينه طرفايا اللي هو تنجز يعني ب 100% بتمويلات مغربيه. وبالتوازي مع هذه الإنجازات تتواصل الجهود من أجل تطوير وتنويع شبكة الطاقة الكهربائية وبناء المزيد من الشركات خاصة مع الأسواق الأوروبية والإفريقية بالاستناد إلى السوق المفتوحة للكهرباء والتي تتلقى استثمارات سنوية بنحو مليار دولار. خطة متعددة المحاور يعتمدها المغرب في مجال الطاقات المتجددة سعيا لضمان أمنه الطاقي واستدامة موارده الطبيعية واحتراما للالتزامات الدولية التي قطعها نحو بناء مستقبل خال من التلوث. فاتحة أعالي، سكاي نيوز عربية، الرباط.